احنا النهارده هنتكلم عن التفاصيل، او يعني تفاصيلنا. اصل احنا الستات كده تفاصيل ومشاكل كتير ما بتخلصش، وكل تفصيله قد كده ممكن تاثر على شكلك، جسمك، شعرك، حتى حبك لنفسك. فانا بقى النهارده جايه لكم جايبه لكم كل الحلول وابسط الحلول لكل التفاصيل دي. استنوني بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني باول تفاصيلنا وهي اللبس. مشكله بتواجه كل البنات، فانا النهارده جبت لكم خبيره الازياء منى. ازيك يا منى؟ ازيك؟ نورتينا. ميرسي. عايزين النهارده بقى دلع ان شاء الله. دلوقتي عايزه اعرف كل بنت مفروض ايه القطع الاساسيه المفروض تكون موجوده في دولابها عشان تعرف تلبسها على كذا حاجه مش مره واحده. اوكي، خلينا متفقين اول حاجه انه دايما الابيض والاسود اللونين دول بيليقوا على اي لبس في الدنيا، ففي كل حاجه احنا هنقولها لازم يكون موجود في دولابنا منها الابيض ومنها الاسود. أوكي؟ اوكي. طيب خلينا نبتدي الاول بالتوب اللي هو بيبقى القط ده، ممكن ينفع ان انا البسه تحت الهدوم، ممكن ينفع ان انا البسه لوحده عليه جاكيت جينز، عليه مثلا سكارف، عليه اللي هي الحاجات الطويله بتاعه المحجبات، ممكن يعني يليق عليه كذا. ممكن البسه على بليزر لو انا مثلا راحه انترفيو، او انا راحه مثلا مناسبه عايزه البس فيها كلاسيكي شويه. يمشي على كل حاجه. فمبدئيا لازم يكون في دولابي التوب الابيض والتوب الاسود، تمام؟ ده اول حاجه. تاني حاجة التي شيرت اللي هي البيزك الواسعة السادة اللي ما يكونش عليها أي حاجة برضو من قدام أو مرسوم عليها أي حاجة، بحيث برضو أن أنا لو عايزة ألبسها مثلا أنا راح النادي عايزة ألبس مثلا عليها بنطلون تريننج، أوكي هيلي. عايزة ألبسها مثلا على بنطلون جينز هيلي. عايزة ألبسها على بنطلون كلاسيكي برضو هيلي. فاهمة يعني؟ أوكي كل حاجة هتلي لو أنا لابسة حاجة مثلا من الأبيض أو الأسود، تي شيرت واسع ومعلوش اي حاجه، تمام؟ تمام. دي تاني حاجه. بالنسبه مثلا الشوزات، خلينا نتكلم على الشوز. وعايزين برضو على الالوان، عايزين الوان تانية مختلفه غير الابيض والاسود عشان عايزين بهجه كده. كل الالوان ينفع انها تتلبس، بس الفكره كلها في ان انا ازاي اعرف انسق الالوان مع شكل جسمي، او ازاي الحاجه تبان عليا بشكل مناسب جدا. يعني انا مش ضد خالص انه البس اصفر والبس احمر والبس اورنج والبس عادي، كل الالوان ينفع تتلبس، بس انا انسقها ازاي على نفسي بحيث انها تبان بشكل كويس قوي. يعني على حسب طبيعه جسم البنت، طويله، رفيعه، بالظبط. دي اول حاجه لازم نكون يعني فاهمينها قبل بقى اللبس وقبل الاكسسوارز والشوزات وكل الكلام ده. لازم كل بنت تكون عارفه طبيعه جسمها، ايه اللي يليق عليا، او لو انا مثلا عايزه البس الوان فالبسها بشكل عامل ازاي. لو انا عايزه البس ضيق، طب لو انا هلبس ضيق البسه بالشكل اللي يبيني حلوه ازاي. لو انا عايزه البس واسع، لو انا رفيعه قوي ما البس اللبس الواسع اللي يخليني اصلا ابان رفيعه فيه، او لو انا تخينه يبيني تخينه قوي. لا يعني لازم اكون انا فاهمه طبيعه جسمي، بحيث ان انا لو عايزه البس اي حاجه هعرف البسها بس بالشكل المناسب اللي يطلعني شكلي حلو. فاهمه؟ مش شكلي مش فاهمك. طب عايزين حاجه تخلي البنت مختلفه، لبس كده يخليها حاسه بنفسها. بصي، هو مش باللبس عشان نكون عارفين، يعني دايما بس اللبس بيساعد لو هي راضيه عن شكلها. اوكي اكيد طبعا. بس لازم تكون هي البنت من نفسها حابه نفسها وراضيه عن نفسها، يعني تكون هي شايفه نفسها ان هي حلوه. ما انا ما ينفعش اكون انت مثلا مكتئبه ونفسيتك تعبانه واجي البسك واخليكي قمر واحط لك ميك اب واعمل لك شعرك يلا بينا نخرج نروح فرح وانت هتشوفي نفسك حلوه، برده هتبقي شايفه نفسك ان انا شكلي وحش جدا في اللي انا عاملاه ده. فلازم هي تكون طالعه من جوايا الاول، انا شايفه نفسي ان انا حلوه، ان انا اكون بختار الحاجات اللي تبرز جمالي وتبين جمالي. فهو اول حاجه لازم تكون من جوايا. تاني حاجه زي ما قلت لك في الاول، ان انا لازم اكون فاهمه طبيعه جسمي، ان انا مش اي حاجه او مش اي موضه امشي معاها برضو. يعني انا في حاجات بتطلع موضه انا شخصيا ما بتعجبنيش ومستحيل البسها، لكن تلاقي كله بقى ماشي ورا الموضه دي وبيلبسوا اي حاجه وخلاص، فده برضو مش حلو. مش اي حاجه تطلع موضه انا البسها عشان مجرد ان هي موضه، لا لازم اكون انا فاهمه الحاجه دي لو انا جربتها او الاول اللي لبستها هتبان عليا حلوه وهتبيني جميله فعلا وشكلي كويس ولا لا. سامعيني يا بنات؟ نورتينا يا منى. ميرسي. اتشرفت بيكي. شكرا. استنونا في حلقه جديده من
انتي اجمل.